رايزنج شيف بلش بعاصمة الشمال وتحديداً بطرابلس ليجمع أهالي جبل محسن وباب التبانة، التقوا ليطبخوا لأنه لقمتنا بتجمعنا وهي هويتنا. 60 مشترك من المنطقتين اجتمعوا سوا لمدة شهرين من التدريبات يلي خلتهم يكتسبوا مهارات وينموا خبرات بالطبخ ليكبر الحلم ويصير بيوم حقيقة. تريبولي رايزنج شيف البرنامج الأول بلبنان يلي بيكسر الحواجز وبيرسم البسمة على وجوه ناس فقدتها من زمان. طموحاتي كبيرة وأنا هون عم بكتسب خبرة وأتعلم أسرار الأكل الطيب. شغفي الأكل وطموحي يكون عندي مطعمي الخاص. أنا أصغر مشترك والطبخ منه هين بس رح أثبت وجودي. شطارة أهم من الحظ. أنا أم لست أولاد وهيدي المسابقة تحدي لإلي. اليوم وصلنا على المرحلة النهائية من بعد أكثر من شهرين من التحضير والتدريب. صار الوقت لشب أو صبية من أصل 28 ليحموا اللقب تريبولي رايزنج شيف. مشتركينا وصلوا للنهائيات ولجنة التحكيم قدام قرار كتير صعب. المنافسة اليوم بدأ انتباه وتركيز لأدق التفاصيل، من السلامة الغذائية للطعمة وطريقة التحضير والتقديم. وهلأ لنقدر نبلش حلقتنا نطلب من لجنة التحكيم تنضم لنا. شيف يوسف عقيقي، إكزيكتيف شيف بيرغندي بيروت. مسيو توني الرامي، رئيس نائبة أصحاب المطاعم بلبنان وصاحب مجموعة مطاعم السلطان إبراهيم. دكتور أنتوني رحايل من نو غارليك نو أنيونز. يوسف مرسي على وقتك ومرسي لأنه جيت لهون وبعرف قديش وقتك ثمين. توني ما فيك تتخيل قديش بتعز علينا تكون معنا اليوم. كريم، ملاك، فتية ومحمد عشنا سوا شهرين بيخلصوا اليوم. الأشطر يربح وأربعتكم بنظرنا كلنا ربحتوا. بتمنى لكم كل الحظ وكل الخير. هلأ تفضلوا على مطبخكم لنبلش المنافسة. معكم 3 ساعات، أول نص ساعة بتجيبوا أغراضكم فيها، بعد ساعة نرجع نستلم 3 مقبلات باردة، بعد بساعة بدنا نرجع ندوق طبق رئيسي لحمة، بعد نص ساعة بدنا ندوق تحلية بنهف لبناني، وأكيد ما بتكمل آخر شيء إلا ما نحط يا عصير أو مشروب أنتم بدكم تعملوه. المجموع كله 3 ساعات، من ضمنها نص ساعة تجيبوا أغراضكم فيها. توب كرونو.
طب كل غرضك بالأول. اللي طلبته منهم بهالفترة كان دايماً هيدي الجورة هالجيبة اللي هون منا بالغلط والقلم اللي موجود هون بدنا نستعمله. يلي انت علمتهم هذا شغلة كتير مهمة هي كيف واحد ينظم وقته ويحط بلان للي بده يعمله. وهالثلاث ساعات كتير أساسية. أنا كتير مبسوط من اللي هلأ صار. يعني بلشوا ياخدوا ورقة وقلم، أخدوا وقتهم، ما ركضوا، وهو اللي حكينا فيهم آخر جمعتين إنه طب ركضت تجيب شو؟ فهل تأييد بلشين كثير منيح. بدي 6 قطع فيليه 115 جرام دقل اليوم. هذا اليوم كيف نقيت الكبرينية؟ هبرة غنم؟ لا بقر؟ بتعرف شي شو كيف تعرف إذا نية بتتاكل أو ما بتتاكل نية إذا منيحة أو مش منيحة؟ عملت حساباتك أو أخذت لحمة طمط بالك من البراد نضيف؟ لا من البراد نضيف. أوكي أي شقفة؟ سوري ما سألته هو شو قلت له أنت؟ قلت له بدي لحمة للكبرينية هبرة. أوكي بعدين؟ قلت لي كبه نيه متبه الحمص بعدين ستيك ستيك خضار سوتيه اوكي الدسير في مع صلصه او شيء او هذه هي كريم او شامبينيون بعد كوكوناب 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 جوز الهند جوز الهند ايه فواكه مقطعة مع جوز الهند كيف عملها؟ كيف عملها جوز الهند؟ مع النسلة ايه هي مثل ما هي او عمل لها شيء؟ لا جوز الهند ناشف مع النسلة بدعكم مع بعضهم ليصيروا مثل العجينة برجع بغطسها بالشوكولاتة مدور بتركها لتسقع وبزينها العصير كوكتيل كوكتيل شقف ايه شقف او معصور عصير ايه عدة فواكه مين منكم رح يذوق الكبانية؟ كبانية بقرة يعني فتية خبرينا شو رح تعملي؟ هعمل متبة الباذنجان سلطة شو اسمه شمندر اللبنة المطومة لبنة شو؟ مطومة لبنة بالطومة ميرسي شو زعمت انا؟ كفي بقى بغير الشيء هعمل لحمة بالخضار لحمة بالخضار؟ دسير تارت بقلبه مهلبية تاعت طرابلسية تارت الفستق مهلبية وفستق ايه تارت عبارة عن يعني تارت من الفستق
والحشو مهلبية. انت بدك اياه بس تقريبا. اوكي، والعصير؟ العصير حيكون حليب وموز شوية لوز. شوية هيك نتفة صغيرة جاز الهند. هيك بس نتفة. اوكي. ثلاث مقبلات باذنجان رهب وكز بطاطا حرة، بطاطا حرة وبطاطا بكزبرة. صحن اللحمة هو ستيك عليه صويا صوص بوتيتو كورياندر، و ثالث وحدة بطاطا بكزبرة. بطاطا بكزبرة، بطاطا بكزبرة، بطاطا حرة، بطاطا حرة وباذنجان. صحن اللحمة ستيك على الصويا صوص وبطاطا بيريه، ما هو بطاطا بيريه. الدسير انجليش كيك وعصير كوكتيل. كوكتيل فواكه مشكل يعني؟ ايه فواكه مشكل. هيدا مضوى بس منه داير، انتبه. ايه اكيد قبل ما استعمله مشان ما كل الوقت يضل داير. اوكي، عن جد بليز مالك شو رح نعمل؟ رقات الجبنه وكبد بطاطا اللي هي بطاطا مع مايونيز وحامض. كبد بطاطا وباذنجان بالطحينه. بعدين؟ فيليه سمك. سمك؟ فيليه لحمه. سوري، فيليه لحمه مع كمان رقاقات بطاطا مع جبنه بطاطا مبروشه مخلوطه مع جبنه ومقليه حدا، وفي الفيليه مع صوص كمان. شو الصوص؟ الدسير اللي هو العسماليه. الصوص خواص اللحمه مع كريم فريش حركتين خفيف. اوكي. الحلو هو العسمالية على الطريقة اللبنانية. كوكتيل. كوكتيل شو هو؟ فواكه؟ موز، أناناس، فريز. بون شانس. بعد في 40 دقيقة كرمال ندوق المقبلات. محمد، ليه قررت الكبة تبقى برا البراد؟ يعني ما قررت الصراحة. وليه تركتها برا البراد؟ نسيت. ها؟ نسيت. اوكي. نسيت شو؟ نسيت اني ما حطها بالبراد. هي بسقعوها ولا لا؟ كيف تتقدم؟ هي مقبلات، فمعنى انت اذا بدنا مقبلات سخنة ولا بيضة؟ اوكي، يعني شو لازم نعمل؟ نحطها بالبراد. مثل ما بدك، انا ما عندي مشكلة.
شباب وصبايا، وقت تحضير المقبلات انتهى. انتو كفوا شغلكن، بهالوقت نحن رح نقطع الثلاث صحون اللي حضرتوها للجنة التحكيم لتذوق شو حضرتو. حبيت المبادرة يلي كان بدها تحدي واحد بهذا الوقت يقدر ياخد يعمل رقاقات. انتظرت شوف رقاقات يمكن أسرع ينعملوا، هن مبرومين عملوا تريانجل كمان مبادرة تانية حتى يمكن شوي لو لفت على الأطراف. طعمة مقبولة، ممكن ناس حط شوية ملح وبهار صح؟ إذا كمان نحكي تكنيكلي، طعمة الجبنة قليلة بالرابور للخبزة لأنه العجينة مكترتها كتير، مثلا مكترتها لأنه خافت ما يفرطوا معها. بعتقد ما في لزوم نعيد بعضنا لأنه متفقين على الملح الناقص، الجبنة اللي ناقصة شوي، قرشة حلوة، الزيت ما لحق يتصفى يمكن قصة وقت. بس برجع بعيد، المبادرة مزبوط عجبتني. هيك ملاحظة صغيرة بدي كنت أعطيها، أنه أكيد يمكن إحنا ما رح ندوق بخبز، بس هيك الواحد يكون فكر يعطينا خبز كانت عملت فرق. أنا ما بعتقد حدا بلبنان بيأكل بالشوكة باذنجان أو حمص، وهيدا بعد ما دقل، بس هيك قلت شاف خبرني اللي قاله حضرة النقيب معه حق. أنا بيني مثل شوربة أول شيء ما عطيتها وقت تتسقع، عندما كان معه وقت. وتاني شيء البيوريه ما بدنا نعيد بعضنا كمان لانه كثير رخوه، يعني بدها وقت تتسقع. هي طحينه كمان بس تسقع بتشدها شويه، بس كمان ضربتين على السكين كانوا احسن. نفس الكريتيك المفروض تكون انه مضلعه بارزه لونها حلو ومش معموله على بلندر، كان فيها تستعمل الخلاط كان كمان عطاها تكستشر، بس استعملت البلندر. بيوريه اكيد بس ريحة حلوة، طعمة موضة طيبة. حلوة، طعمة طيبة. يمكن أنا بفضل أعملها على الإيد بيناتنا، تترك هيك مغطى لذيذة، تترك تكستشر أحلى. بس منيح. ما بدي يكون اللي عم بيكسر فيهم. أول شيء حبيت ملاك شغلة نظيف كتير مرتبة، حتى طريقة السيزنينج اللي عم بتحطها ما عاطلة ابدا لانه بتوصل اللي بدي اياه. بس ما بعرف، حسيت في طعمة مايونيز. هلا بدي اسالها اذا فيها شيء مايونيز، لانه بالنسبة لي كبة بطاطا مع مايونيز ما بتركب. ان شاء الله اكون غلطان، مع انه كثير خفيفة. انا برايي هيدي بطاطا مدقوقة مش كبة بطاطا، لانه ما فيها برغل بالطبيعة. بهاراتها ناعمة، امبل سيتروني شوية حامضة شوية، ولكن هيدي بطاطا مدقوقة مش كبة بطاطا. حبيت لون البطاطا، اعتبرت بطاطا البيت، ذكرتني بالبيت. مظبوط، هي بالشكل هيك بس مش كبة، كبطاطا مدقوقة. مظبوط. نحن فينا نغير ونبلش بالشخص الثاني. هذا كريم؟ هلأ كريم. شلون تراه بوتيتو سبايسي بوتيتو؟ First impression ما بعرف كيف. على ثلاثة انتري في بطاطا مرتين. وهيدا الشيء ثلاثتنا طلعنا وقلنا ما دفع كتير كومبيرد للبقية، بس أنا اثنين بطاطا. إن شاء الله يكونوا طيبين. خجولة بالسيزنينج،
يعني نحن بس نحكي بالاكل بنحكي كمان بشخصيه شخص اللي عم بيطبخها، بتحسه هو حتى خجول، يعني خجوله بالسيزنينج بالصوص وبالطعم، وحتى بالباذنجان بتلاقي زيت شيء. انا برايي الباذنجان ما لازم ينزل سخن، كان لازم على القليل يسخن شوي. خلينا نبلش بالبطاطا، واقول لك انه نقصها سيزنينج وبدها كان ارسي تقلي زياده تتكون كريسبي اكثر. بالنسبه للراهب انا شفته وقتها شو الباذنجاني دغري راح وبلش يقشر فيها، مفروض يكون حطها بمي مسقعه تتكمش شوي يرجع يقلشها. بنفس الوقت فيها فليفله زياده، والقطع البندوره لازم تكون فرمه ناعمه اكثر، لازم يكون معدل البندوره اكثر من الفليفله. ونفس الشيء اخذها وحطها بالبلندر طحنها، كان في بكل سهوله الراهب يضربها ضربه على السكين تضل مضلعه وحلوه. ما بعرف اذا كان قصده يعمل سوب الراهب او كان عمله يعمل راهب، يعني قرقشنا فليفله والبقيه مي مي على الاخر، لانه ضربها بالبلندر اكيد حرام. بقيت ميتها الباذنجاني، بقيت ميتها، وهذا الشغل وقتها شايلها، وقتها شايلها من الشوي المفروض دغري حطها مي مسقعه وتلجتين لحتى تكمش كلها سوا وتوقف، مش يسحبها هي وسخنه ويحطها بالبلندر. 100%. بالنسبة للبطاطا زيت شي شوية فليفرز أكتر، ما حسيت شي كتير. بعدها عجرة، بعدها عجرة البطاطا، ما فيها أبدا فليفر أبدا، ولا ملح ولا بهار ولا أي نوع من الفليفر. ثالث مشترك فيه حتى بتركيبة المنيو. بتركيبة المنيو صحيح، يعني عاطي اثنين مقبلات بردين مقبلة سخنة، ولهي المنطق بقول هذا الشيء، يعني بتركيبة المنيو كريم تركيبته مبلش غلط، تقليعته غلط. فتيا بدنا ناخذ من الاعتبار انه صحن واحد، الثاني مش محسوب، انه اثنين مثل بعضهم. فيرست امبريشن حبيت الجدارة، تكسون صغار ديب، خبز عجرم الوحيد اللي عند الخبز. لا ميرسي. الوحيد اللي عملت خبز، وهيدي الشغله بحط لها علامات زياده عليها، كنت زينت احلى شوي بس هيك نشوف الطعم. كثير بيزعجني ما بعرف ليش، واحد طبخ باذنجان خلط عمل فجاه يجي يحط علب، حتى انه نطرت الشمندر بهذا الوقت تيستوي، اللي معروف بده الشمندر 40 دقيقه مينيموم تيستوي. حبيته اكيد، بس كان في يعني كمان ما بدنا نظلمهم، يعني نحن بنعرف من اي كونتكست جايين. اكيد طبعا ما بدنا نكون سلبيين، بس نحن بدنا نحكي، بدنا نحكي اللي بدنا نقوله، يعني اللي عم ندوقه بدنا نقوله. شمندر طيب، بريزنتاسيون مش منيحه اكيد، شمندر معمول مزبوط، انا ما لقيتهم غلط اكيد الا اذا ما نسمي نطبق. شيف بتفكرون عم دافع حدا مع حدا؟ نحن طلبنا مقبلات وما حددنا، اذا هي بدها تخترع نتبل على طريقتها باللي عملته انا بحسن المهنية، لانه ما بدنا نفكر ب، نحن ما طلبنا مقبلات اللبنانية. مزبوط صح. وبتعرفوا كتير منيح انه انا ما باكل توم، حتى اللبنه حسيت بالتومات بلا ما يكونوا مأذيين، بقيت ريحة اللبنة. أنا بتخيل أكلت توم معوضت عن شي 10 سنين توم قد ما فيهم توم. بضللنا محمد. خلينا نفسر ليش عم نضحك. عم نضحك لانه انا لحقته لمحمد وانتظرت منه شوي اكثر. ميرسي على الخبز، هيدي
علامة زايدة. آه عم تضحك لأنه كبة كنت ساعتها سألنينا محمد الكبة من وين ما بيعرف، بسألهم على البراد أعطوني كبة وأعطينا كبة. كنت فضلت يكون بيعرف حاله الكبة من وين، من أي أي محل من البقر إذا بدنا نقول بقر. في صحون للحمص أو صحون صغار ما بعرف شو نعمله بصحن هالقد كبير. حمص حتى أنتوني إذا منكفي بالكبة، الكبة أخا قعدت وقت برا معقول، يعني هي المشكلة الأكبر. شو؟ فهيدا اللي صار أنا بالنسبة لي، وهيدا اللي كان نحن عم نضحك، وهلا أنا عم دوق إيده على قلبي. لحمة وحمص، حمص علب كانت غلطة غير مسموحة. إذا بدي أعطي تحليلة سريعا، أول شيء على الكبة النية وقتها سألني شو نوع اللحمة اللي استعملتها، قال طلب عن البراد كبة للني. بعدين سألته شو هي، بقر أو غنم؟ قال لي بقر. أنا مش عم اشتغل ستيك تارتار، عم اشتغل كبة نية لبنانية، سو المفروض كنا أكيد نستعمل غير لحمة. بالنسبة لصحن الحمص، وقع اختياره على حمص، مفروض هو يجيب حمص طبيعي ويسلقه ويقشره ويعمله حمص. وقع اختياره على علبة حمص، أضاف عليها شوية ثوم وحامض وضربها بمدقة الثوم ورجع حطها بصحنه زينا بفليفلة. صحن الحمص بلبنان يعني بالمفهوم اللبناني أكيد ما بيتزين بفليفلة ولا بينحط له عروق نعنع بهالشكل. شكل الراهب شكله جبلي حلو، هلأ مندوقه تنكون بوزيتيف شي محل 100%. الراهب بزميلا بشهي أكتر شي، يعني شكله هيك جاي من الجبل مهضوم. بهار كتير قوي كتير قوي، اللحمة فيها مغطى منها أبدا حبوبة، برغل شوي زيادة. بعتقد هذا كان قرار غلط. خلصنا أول مرحلة، صار قاطع ساعتين من الوقت. بتعرف انه اللحمه خلصت بتكون بس تحمر كلياتها من برا، بدي ارجع بس دخلها شوي على الفرن لحتى تصير تقريبا 100 يوم. بخليها تقريبا اذا شكيناها شوي بنقدر نعرف. عملت قطعه زياده كرمالها ما عارف. بعد باقي 4 دقايق لحتى نخلص الطبق الأساسي يلي خلص منكن. رح ناخد الصحون ونقدمهن للجنة التحكيم بين ما أنتو تكونوا عم بتخلصوا آخر لمسات عندكن لتحضروها. كريم عملنا لحمة مع كمان بطاطا عن جديد. شو رأيكم بالبرزنتاسيون؟ صعب؟ معدومة. عملوا لحمة معك يوسف، عملها مزبوط؟ مزبوط. كريم إجمالاً أكثر واحد عملها مزبوط، هو ملك ببرمتنا حتى اللي شفناها، طبعا نحكم عليها بكير يعني. تفضلوا. تفضل شيف. ما عم بعرف اذا انبسطت بالملح او في ملح شوي زياده. شوي زياده ملح. او الصويا ملح الصحن كمان. مزبوط. بس لحمته نظيفه، بطاطا نظيفه. مزبوط. ما عمل اكليبر بين الصويا اللي فيها ملح، قام زاد ملح زياده. بتحس فيها فوق توصل على الكعب بتقول اوبس. 100%. يمكن خيار الصويا كان
الميلانج معهم مزيج غلط شوي. بريزنتاسيون طبيعية مرتبة اللي بين الرومارين والصويا والملح شوي ضايعة التيست، وما بعرف قد ايه الصويا لابقة مع اللحمة يعني بالعادة، بس صحن مقبول مظبوط. وهو وهيك مرتب صحن مرتب بالاخر. بلاك بيبر لذيذ مش غلط يلي عامله، بنعرف انه كريم فاهمين شو عم بيعمل. نحن رجل التاني بريزنتاسيون، شو رأيكم؟ بريزنتاسيون ملبنني. ملبنني حبيت. عم بتقول ملبنني لأنه فيها البقدونس اللي ما له محل بهذا الصحن. كان فيها طعم الملان أبواب، كان يمكن مبين شوي أكثر أجنبي. تفضلوا. مهضومين الكروكات. كروكات ممتازة بدهم رشة ملح بس مقبولين. كانوا يتحمصوا أكثر شوية زيادة، نكزة تحميصة زيادة، نكزة ملح. حبيت فكرتهم. مظبوط. حبيت فكرتهم، حبيت كيف هيك كيف كانت عم تعملهم على المقلاية، قرشتهم على التراب. كروكات بطاطا وموتزاريلا أظن. مظبوط كروكات. موتزاريلا وبطاطا. لحمة مستوية شوي زيادة والصوص فاصلة، بس لو ما البقدونس على الصحن كان الصحن استعملت ملح حسيت فيهم هلأ يعني من بعد قطع 15 ثانية أكيد كنت تحمل أكثر هالبقدونسات. نحن بعرف again stress، بس نحن قلنا شيء أباز دو فيوند كان في يكون فيه هرد، ما قلنا اللحمة. مظبوط متفقين على فكرة. زيت شي للدسير في يكون، أنا عم بتخيل شيء أجنبي مع نهفة لبنانية ما يكون لبناني. مظبوط. هنشوف مين اخترعوا شو. هلا الوقت بيحكمهم ما يعملوا كتير قصص باللبناني، يعني القصص الصعبة لأنه معهم نص ساعة للدسير. نص عم ندوق فتية شكله شكل البيت. بحب هالأكل. هذا بعد نهار طويل ممتاز هذا الصحن. بحب هالأكل. ألوان حلوة، كله معمول على الإيد، ما في علب. ريحة بيت ستة. شد لأنه ست بيت شاطئ. واو الأسيزونمان ممتاز. واو يعني البهارات ممتازة بجد، ذكرني بقالب بالخضرة الكلاسيك اللي كنا ناكله عند التيتا من زمان. واو ما بعرف شو بدي أقول. أكيد بدي أحكم كمطعم، نحن غير محل. لك البطاطا بتعقد، محمصة وفوق منها تاشي، اللحمة مستوية مثل ما بنكلها بلبنان بالبيت اللبناني، الخضرة كل شغلة مستوية ولا شيء قاسي، الحامض الصوص شو بهارات ممتازة. أنا برأيي من أجمل الصحون اللي انعملوا، لأنه كونسيستان وجبلي وطازة، مش مستعملة ولا علبة، كل شيء الخضرة سوتي فري 100%. حتى إذا لاحظت شغلة أنه استعملت نقطة قوتها وأبدعت فيها، هي كتير شاطرة هيك اشتغلت فيها وراحت فيها للآخر. ما تفلسفيت 100% وهي المطلوب. عجلنا بيصحنه لمحمد حرام لأنه برد، بس هيئته مرتاحة وضعه، يعني عامل شيء حلو. إن شاء الله خير. غيرت المعطيات شوي بعد الطبق الرئيسي تبع فاتية. إذا بدنا نحكم على الطعم يعني. أحلى من عشقها في اللحم. هذا معك حق. محمد بكور
امبوسيبل. نايس. الوان حلوه. احساس لبناني. زينه لبنانيه. خضره نيه. بعده بيستعمل علب، ما عم بفهم ليش. هو الصحن الاضعف يمكن بين الصحون كلها سوا 100%. بيبر كثير، اسيزونمون كثير، فليفله كثير. حتى البورشن كبيرة، مش بورشن فاتت البهارات على قلب صدرك كمان. هيك كمية البهارات على البطاطا ومنون بروبورسيونيل بالتقطيع، ما في ذوق بالصحن. دقيقة ونص، بذكركم على آخر 5 ثواني على الصفر من على إيدينا. دقيقة. يلا. ستة واربعين ثانية. رح ناخد الموجود. ما بقى في وقت. حط كل شيء على الصحن. محمد يلا. كريم. 30. خمسة عشر. ما بقى في وقت. الموجود الموجود. 5 4 2 1. ايديكم بالهواء. 3 ساعات نهائيات ريبولي رايزنج شيف بيخلصوا هلا، والأشطر يربح. بلشين بصحن محمد يلي عملنا كوكونات شوكليت. عصير شاف بخبرتك الشوكولاتة على الكوكونات كان نشف، ما كان يكون اسمك اساسا التكسير تبعه ما كان نشف. بعدين لا شكليا مخطوط مزبوط، يعني ولا حبه مثل الثانيه، وليك هون بتطلع وحده فيها كميه شوكولا اكثر وحده اقل، يعني اوكي طعمه بس سكر ما هو سكر. توني مثل ما قال الشيف على كل انه اخبر مني بالدسير اللي عم ناكله نحن. انا كنت بفضل اذا بتكون الفواكه مغسله كمان، يعني مش لازم اتخيل غسله. عم شوف المشهد مش مغسلة مش منظفة، وعصر شوية أورانج كبهم فوقهم ما عمل شيء. اوكي مشترك الثاني. يوسف توني لازم انتبهتوا اللي صار اليوم. فتية خلصت شغل قبل الكل، طلبت هي تروح تساعده لمحمد تجيب له الفردان اللي كان ناقصه. بهالحركة اللي صارت اليوم او اللي عملته نسرين هذيك المرة، وكمان راح تساعدت البقية. لا لكل واحد حضر هذا البروجرام، ولكل واحد اشتغل على هذا البروجرام،
الهدف حصلنا له تيم ورك منطقة واحدة، كسرنا الحجوزات وكسرنا كل شيء بيناتنا، وكيف هن واقفين اليوم عم نطلع عليهم ربعتهم حد بعضهم مع بعضهم تشوف مين رح يربح، نطلع حوالينا بنشوف كل اللي ظهروا اليوم رجعوا طيب شجعوا يلي عم بيربحوا، حلم تحقق. وهلا عم ندوق شغل فتية يلي مثل ما تعودنا عليه هو شغل بيت مع احساس بيت. فريش طيبة فريش فريش حليب وموز حليب وموز حطيت له شوية لوز ومع علبية بيتوتية كانت هي إيه لأنه في تارت إيه هي كانت عم تعمل مترت عم مهلبية يمكن ما لح قد عملت مهلبية لحالها أكيد ما كان عنده وقت تسقعها بس اللي بحبها بالمهلبية في طريقتين بالمهلبية في ناس بتحبها كتير سويت كتير سكري هون خفيف نجيفة معتدلة شغل نظيف 100% مثل ما قلنا بقط المين كورس اللي عملته بالطبق الاساسي نقت لاقوى شيء فيه هي واشتغلت عليه هيدي هيدا ديسير ست بيت يعني لازم عندها عائله وبدها تطعميها ديسير لازم تشتغل على لازم تشتغل انه تعلم كل هالستات بالبيوت يحافظوا على التراث اللبناني هو اكل البيت وبعتقد صيبته على قد نايس ورك ما عارف شو صار مع كريم بس كريم ما خلص الكيك تبعه بس عبالي ذوقه يعني بعرف انه ما راح يكون محسوب بس عبالي ذوقه تفضل ما بدنا سكر قليل ثانك يو ليش حسيت تعرفت رح احط فيه سكر كر عادي وين القرشه وين الثلج وين الفريشنس وين غير هيك انه نحن عبواب رمضان ومتوقعين عصير رمضاني بطرابلس مش كوكتيل فريز ولا كوكتيل شقف ولا سلاد دفري صراحه بتخيل الكل ما حدا فهمه انه يقدر يعطينا شيء نحن اللي نحن كنا طالبينه شيء قريب على رمضان قمر الدين جلاب ايفن يعني كان بسيط جلاب مع صنوبر وقلوبات كان عمل الحاجه مزبوط شغل ملاك اللي خلص باخر 30 ثانيه لحق الحاله على القد عسملية مع كوكتيل بحاجه لطعمه لبرزنتيشن لقطر ل... حرام حرام كل اللي عملته تنهي به هيك وصلنا للنهاية دقايق قليلة بتفصلنا عن النتيجة العلامات اليوم انحطت على ثلاث مقبلات باردة صحن أساسي ديسير وعصير أكيد الكل على أعصابه بس بالأخير رابح واحد رح يكون تريبولي رايزينج شيف جوائز أربعتكم رح تربحوا ستاند بسوق الأكل لمدة 3 أشهر وقسيمة شرائية بقيمة 1,500,000 ليرة تا
تقدمة سبينس لتشتروا كل شيء رح تعوزوه للسوق. أربعتكن رح يكون عندكن فرص عمل بأهم مطاعم لبنان. وكمان وكمان المركز الأول رح يربح قسيمة شرائية من سبينس بقيمة 750 ألف ليرة، الرابح الثاني بقيمة 600 ألف ليرة، الثالث بقيمة 450 ألف ليرة، والرابع بقيمة 300 ألف ليرة. وهلا بترك النتيجة والكلمة الأخيرة للجنة التحكيم. كان حلم اسمه جبل محسن وباب التبانة، كان حلم عشناه سوا عند أصحاب جديد، اليوم شهرين عشناهم سوا، وكان تحدي لإلي شغلتين، أمل وهيدا الشيء حسيته وشفته عند الكل، واثنين شوف ضحكة على وجهكم. واليوم قليل ولا حدا منكم ما يكون 90% من نهاره عم بيضحك، لأنه مآمن ببكرة وبحياة أفضل. عشنا سوا، انبسطنا سوا، رح نضلنا نشوف بعضنا إن شاء الله، وإن شاء الله بعد فترة اطلع بكل واحد منكم وكل واحد من 16 اللي كانوا عنا، نلتقى بواحد من أهم مطاعم بلبنان لأنه بتستاهلوا، وكل واحد اشترك معنا ربح. أنا بدي أقول اليوم إنه كلكم ربحتوا كاريير، ربحتوا مستقبل، ربحتوا تجربة، أكيد في أول وثاني وثالث ورابع، بس الأكيد أنتوا وطرابلس ربحتوا شغلة مهمة جديدة، إنه جمعتوا حول طائم مائدة طعام كلكم سوا. أنا ما راح زيد على اللي قاله أنطوني والنقيب، بدي أشكركم وما راح طول كثير وقت لأن الكل ناطر النتائج. ميرسي. ساعة بلشنا كان الشغل بالمطبخ ضعيف تقول، ساعة بلشنا كان ما عم نعرف كيف نشتغل، ساعة بلشنا كان التفكير محدود بمحل واحد، واليوم كل واحد منكم بيعرف وين صار، وكل يوم يوسف اللي تعرفتوا عليه قبل رجع شافكم اليوم، شاف شغل فرق ملحوظ. الشغل اللي اشتغلته اليوم بثلاث ساعات هو شغل بيليق بشاف بيشتغل صار له سنين بمطعم. بهنيكم على كل واحد من الصحون. كريم اللحمة اللي اشتغلتها كانت عظيمة، فتية أكلت لقمة بيت تاخد العقل، ذكرتني بستة، ذكرتني فرجتني هالإحساس يلي ما قليل ما شوفه. محمد الباذنجان انت الوحيد اللي عملته بإيدك وعملته مزبوط، وملاك حطيتي قد ما بتقدري بتفكيرك وبذكائك بهول الصحون يلي كل واحد حكي قصة وبعدنا عم حس فيهم تحت لساني لهلا. صار وقت النتائج. بالمركز الرابع محمد. بتشتغل بمطبخ، بتعرف تشتغل مطبخ منيح، قلت لك اياها قبل، بحب قصتك للسكين وبحب كيف تستلم المطبخ، بس بعد في شوية شغل. استعمالك للعلب لإلي اليوم بالمرحلة النهائية غير مسموح، والحمص عاد بدي افتحه بالعلب بنهائية بعتقد كان ضرب القاضية من لجنة الحكام. بالمركز الثالث كريم. كريم اشتغلت، كريم تتوتر، لحقنا سوا، وكل مرة في شغل نظيف بيخلص بتفركش بالآخر. كريم اليوم ما عملت التحلية، وحتى لو خلصت كنا كتير واضحين على نفس لبناني اللي كنت بعيد شوي عنه. شغلك كتير حلو وقلت لك اياها، رح توصل لكتير محلات بعيدة، بس غلطة شاطر بالف. إذا قلت المركز الثاني أو المركز الأول زيت شيء، خليني أحكي عن الاثنين، لأنه أول ما رح نبلش رح نقول عن المركز رح تضيعه بعتقد شوي. فتية بهنيك على كل الشغل، بهنيك على عن جد الإحساس، القدرات اللي حطيتيها أنت ست بيت وما بتشتغلت بمطعم، ما حدا علمك، بس اشتغلت من قلبك وواضح بكل شيء عملتيه. ملاك قلت لك اياها من اول نهار، حبيت روائك، احساسك كمان، ومستقبلك كثير رح يكون غني لانه بتعرفي تشتغلي، واللي فكرت فيه اليوم بليق فيك تكوني تريبولي رايزنج شيف.